السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مش مع بعض أداة من RCC Kids أو اسمها Insta Assist. هي عبارة عن إيه؟ بتضيف ال 4D جوه الريفت، مش لازم مصدر لنفس وركس أو أي برنامج آخر. كل اللي عليا إن أنا باجي أعمل كذا فيسز، يعني لو بتيجي كده في المانج وهتقول له فيسز هيبدأ يظهر لك الفيس اهيت، تضيف المراحل بتاعة المشروع تمام، وتبدأ تعلم على العنصر وتختار الفيز بتاعته. طيب دلوقتي بقى هروح للأداة ديت وأقول له 4D وأقول له أنا عايز كل واحد فيهم تقعد كام ثانية، وليكن مثلا ثانية واحدة. أني فيزز اللي هتبدأ من فين لفين؟ من 01 existing لحد البروجكت كومبليت. أنت عايز جروبنج ولا لأ؟ هل انت عايز يعرض اوتوماتيك ولا مانوال؟ مانوال يعني في كل مرحله تقدر تكتب اللي انت عايزه، يعني تقدر تكتب هنا الكلمه انت عايزها وهنا تكتب اللي انت عايزه وهكذا. اقول له اوكي، هيبدا يظهر لي المراحل بتاعه المشروع. كل مرحله بيبدا يجيب لي اسمها ويبدا يجيب لي الحاجات اللي هتبني في المرحله ديت.